الفنان الجميل صلاح عبد الله، بنرحب بيك معانا في موقع صدى البلد. في البداية كلمنا، شايف ازاي تكريمك بمهرجان الاسكندرية؟ شيء جميل. اي فنان بيفرح ويصل له حالة نشوة كده وحالة احساس بذاته انه هو عمل حاجة. يعني انا هقول لك ايه، مثلا انا في الاول حاولت اعتزل لان انا ما بقاليش في المهرجانات والناس عارفه، يعني انتوا عمركم شفتوني ماشي على ريد كاربت وكده؟ لا. انما حضرت تكريمات، التكريمات اللي هي بحس انها من جهه تستحق ومقدرش ارفضها. انما الحاجات بتاعت ايه، اللي هيحضر ياخد جايزه او اللي هيحضر يتكرم، دي عمري ما رحتها ودي ما اقصرها ومش بلاقح على حد ولا حاجه لسمع الله. بس انا بقول انتوا تعرفوا ايه التكريمات اللي حضرتها، هتلاقوني هي دي اللي انا ايه مقيمها بيني وبين نفسي، ان دي فعلا اماكن هي بتسعى لك بتسعى لتكريمك او انها تديك جايزه او الى اخره. فكانت الدعوه من مهرجان اسكندريه السينمائي دعوه كريمه من الامير اباظه، وقلت له معلش يا امير انا مش عارف ازاي، ده تكريم وعاملين لك كتاب وبتاع وكده. وبعدين كلمني بقى سمير الفقيه وعمر عبد العزيز المخرج الكبير، وده أول مرة أقف قدام كاميرا سينما، كان عمر عبد العزيز. يعني إيه حسيت إيه، لا الناس دي لازم تمام. وجيت برغم بقى الظروف اللي حصلت والجو بتاع التقلبات الجوية والإجراءات، أنتوا شايفين أهو الحاجات ماشية في المهرجان، المقيمين عليه والمنظمين ليه لا بيحاولوا يعملوا حاجة. فأنا مبسوط جدا ان موجود وسطيهم، ومبسوط كمان ان في دوره تحمل اسم الكبير القدير النجم عزت العلايلي. اللي حمسني بقى اكتر قوي زين العابدين خيري شلبي، هذا الصحفي المحترم بعت لي بروفه الكتاب، فحسيت ان هو قاريني كويس وكاتبني كويس. حتى قلت له انت كتبتني احلى من كلها ولا سايبها على ربنا؟ لا ونعم بالله، وكلنا بنسيب على ربنا. بس لا، ما دي الكمامات اهي، انا كل ما بسجل مع حد اقول ايه فين الكمامات، مكتوب عليها عم صلاح كلمنا عنها عشان ما حدش يجي جنبها، هي كمامه خاصه. بص اهي، وفي واحده كمان، وكلمت جوز بنتي الدكتور هيثم هو اللي بيجيب لي الحاجات دي، قلت له اعمل لي شويه كمان، ده غير الكمامات العاديه اللي احنا كمان بتبقى معايا، ودي كمامه ممكن احط جواها كمامه. يعني بص اهو تمام اهو يعني ايه والباقي على الله سبحانه وتعالى. بس زي ما انتم بتشوفوا المهرجان بتيجي مثلا الناس اللي عايزه تصور مضطر انزلها تحذيرا يعني، بس وانا بقعد بقى اقول لهم بس من بعيد وبتاع بطريقه لطيفه كده عشان ما حدش يزعل، لان في ناس مش واخده بالها ان في جائحه. ربنا يا صلاح، ايه اكتر شخصيه اثرت فيك يا صلاح؟ ايه اكتر شخصيه اثرت فيك فنيا؟ فنيا لا، ما فيش شخصيه محدده بصراحه، لا كتير جدا. يعني من وانا عيل صغير لما شفت الرحاله اتاثرت، لما شفت الازهر اتاثرت، لما شفت السيد بدير وعرفت السيد بدير ده كان دماغ قد ايه في حاجات كتير قوي قوي، غير الكاركترات اللي احنا كنا بنشوفه بيها تأثرت بيه. ثم فؤاد المهندس الفرح نور عليه، ثم لغايه ما وصلت للاجيال بقى، الجيل بقى اللي انا مثلت معاه فعلا نجم النجوم عادل امام، الاستاذ الكبير قوي محمد صبحي، وهكذا. نور الشريف لعب دور خطير في حياتي كممثل، ما اقدرش اتساءل. بص مهما قلت لك لا، انا كنت كل دول اتاثرت بيهم. الشعر في حياه عم صلاح عبد الله ايه؟ الشعر. الشعر بقى انا ما بعتمدش نفس الشعر، انا بكتب لمزاجي، ودايما لما بتكلم عن الحاجات اللي بكتبها بقول لهم انا بكتب حاجات شبه الشعر، فيه من ريحه الشعر، يعني ممكن يبقى فيه موسيقى الشعر، فيه ريحه انه شعر، انما هو الشعر بالمعنى المتعارف عليه. وبكتب خلاص، انا بقيت اكتب لمزاجي، يعني ايه لما يجي لي مزاج بكتب، او بحب اعبر عن حاجه عن حاله بتاع ممكن تجي. وبقى ايه من خلال بقى مواقع التواصل بحط الحاجه دي واستقبل ردود افعالها وانبسط.
قول كلمه بصراحه لجمهورك. احنا عندنا في 2000 واحد دلوقتي بيشوفونا بيقولوا لك كلام جميل جدا جدا ومبسوطين بتكريمك، فوجه لهم كلمه. قول لهم كلمه، وجه لهم 2000 واحد 2000 واحد اهو صحيح. لا طبعا صدى البلد يعني والله. لا والله بنقول عنك كلام حلو جدا، بيقولوا ان انت تستحق التكريم وان كل شخصياتك اللي بتقدمها جميله جدا ومبسوطين بيك الصراحه. وفي ناس بتعلق على الكمامات وفرحانين ان حضرتك كمان بتتواصل معهم على السوشيال ميديا برضو. ملم بالاحداث. طبعا بتواصل. لا مش انا بتواصل ولا ايه؟ هم كاتبينه بتواصل. انا عايز بقى كمان ايه مع التواصل ده اقول لكم حاجه، ربنا يبارك في حبكم ويزيدكم، يزيدكم حب لصاصه اللي هو صلاح عبد الله يعني، وحب لكل حاجه حواليكم، لحب الخير، لحب الناس. طبعا حب الله ده هو حب الحاجات اللي انا قلتها كلها دي، هي حب الله على فكره. الزمالك بقى واصله الحب، هي اللي توصلك لحب الله سبحانه وتعالى. فريقك المفضل الزمالك. ويا ما الناس عارفه. ممكن تغني لنا حاجه للزمالك؟ يا زمالك افريقيا هتشهد على ذلك. الفتره الجايه بتحضر لجمهورك ايه يا عم صلاح؟ دي اخر حاجه هقولها. ايوه. لا لا خلاص لا خلاص خلاص. انا بصوا عارفين طبعا عارفين في المهرجان اسكندريه السينمائي دلوقتي، فاليوم صعب جدا. ايوه فعلا. احنا مش هنطول عليك، ده اخر حاجه. تصوير وندوات واروح هنا تكريم ولا فعلي ايه؟ ربنا يديك طول العمر. واحد بقى وانا جاي من تصوير اصلا بتاع شغل الله، هقول لكم عليه دلوقتي اهو عشان اقول لكم الصبر. هم 2000 ولا عدوا 2000؟ 2250 2250. طيب عشان 250 انا قبل ما اجي كنت بصور في انا بصور في مسلسلين بس مره رمضان جمال الحريم وفي يوم وليله، وعندي فاضل لي يومين او ثلاثه واخلص دوري في مسلسل هجمه مرتده، وده لرمضان ان شاء الله. احمد عز حبيبك وحبيبي. وعندي حاجه رمضان ثانيه المفروض ان قريت شويه، وبعدين بقى جه المهرجان معطلنا عن بقيه القرايه ان شاء الله. شكرا ليك يا عم صلاح. شكرا لحضرتك يا استاذ صلاح. الله يخليك. شكرا كريم.